الله الرحمن الرحيم. عيد مبارك سعيد. معكم العربي بوردة مراقب لدى شركة SNGH واحد باستغلالية عين عتيق. الحمد لله كما تلاحظوا الأمور هذا على ما يرام، ناجحين الحمد لله بالعمال ديالنا بالأطر ديالنا بالمراقبين بالماتريال ديالنا كامل، مسيطرين على الوضع غادي تقريبا الحمد لله. داكشي غادي بالمستوى اللي بغينا، وهادشي هذا راجع لدك 3 ايام اليوم اللي خدمنا على الحمله اللي فاتت بتوزيع الاكياس البلاستيكيه على المواطنين، و بفرض الاسلوب ديالنا قبل، وهادشي هذا عطى نتيجه على في اليوم ديال العيد. هادشي هذا كله راجع بالحمله اللي درنا بتوزيع الاكياس ومكبر الصوت اللي درنا والحملات اللي درنا واصل الاحياء. وما ننسوش حتى المواطن كان جاوب معنا وعطانا سلاسه في الخدمه. هادشي هذا كله كان الشكر ديالهم ليهم والسلطه المحليه والجماعه والناس اللي سهرانين معنا. والحمد لله حنا كنشوف اننا تفوقنا ونجحنا في المهمه ديالنا، ومازال ان شاء الله غدا ان شاء الله غتكون شي حاجه اخرى اكثر من هادشي هذا بالغسل الحاويات والمكان ديال الازبال بلافوز وبالكلور والجير والتعقيم باش تكون عين عتيق في حله جديده. الناس عطيناهم لي بلاستيك فين يديروا الازبال ديالهم، وكندوزو كنلقاهم في الاماكن ديالهم. الحمد لله الخدمه راه غاده مزيانه الساعه هادي، وحنا راه في النهايه ديال الخدمه. حنا اليوم الخدمه غادي نبقاو خدامين كونتيني حتى ديك 12 الليل، حتى نقربوا نقول 90% ديال الخدمه ولا هذا قربوا نسالوا. والغد ديال غادي نخدموا الخدمه ديالنا عاديه اللي كنخدموا. وصلنا للنتيجه اللي كنا مسطرين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، اكثر من مجرد خبر.